السلام عليكم. انا لسه مخلص امتحان البي ام بي، الحمد لله نجحت والحمد لله جبت اباف تارجت، الحمد لله والشكر لله. اول حاجه عايز اقولها، الامتحان مش صعب، مش مخيف، مش مرعب، مش كل الحاجات اللي بتتقال عليه وبتخوف الناس منه ابدا، بس في نفس الوقت هو مش سهل ومش بسيط ولا يستهان بيه. هو حاجتين، الحاجه الاولانيه بلان تمشي عليها بحذافيرها من البداية للنهاية زي ما هي، زي ما هي مطلوبة منك، دول 70% من النجاح إن شاء الله. 30% الباقيين تركيز أثناء الامتحان، تسيطر على نفسك، تحكم في نفسك، تحكم في الوقت، وتحكم في طريقة الأسئلة وإمتى تمشي دي وإمتى تحل دي والكلام ده كله، وده برضو متبع أثناء البلان. فدول 100% إن شاء الله بإذن الله أنت ناجح. الحاجة التانية اللي عاوز أقولها للناس اللي معايا في الكارير بتاع البروجكت مانجمنت، خبرتك على أرض الواقع أيا كان عدد سنينها أو أيا كان عدد المشاريع اللي أنت درتها لوحدها مش هتأهلك إن أنت تنجح في الامتحان بتاع البي إم بي، تنجح في الامتحان مش إنك تدير مشروع. إدارة المشاريع ليها شكل مختلف من منظور بي ام اي، مختلف شوية عن طريقة إدارتنا للمشاريع على أرض الواقع. أنا بس بقولها للناس اللي اوريدي عندهم خبرة واشتغلوا في إدارة المشاريع كتير وفاكرين مثلا إن هو ممكن الكورس ياخده أي حاجة كده، يذاكر كلمتين يقراهم على السريع ويدخل يمتحن، مش هتلاقي النتيجة المنتظرة. فالأحسن إن احنا نتبع الأساس العلمي طبعا. الحاجة التالتة والأهم، في ناس من وظيفتها أو جزء من وظيفتها إن هي تنقل علم الآخرين بمقابل. الناس دي بتقوم بواجبها على أكمل وجه وبتنقل العلم ده للآخرين بمقابل وبس، ما بتعملش زيادة عن المطلوب منها، الناس دي تشكر طبعا. في ناس تانية بتأدي الوظيفة دي وبتنقل العلم ده بمقابل ولكن العطاء اللي بيقدموه والمجهود اللي بيبذلوه والمتابعة بتفوق أي مقابل في الدنيا بياخدوه. الناس دي لازم نشكرها، لازم نبرز دورها كويس قوي في كل مكان وفي كل حد بنقعد معاه ونحكي عنهم ونعرف الناس بيهم، عشان أولا الجميع يستفيد، ثانيا الناس دي لما بتحس بالتقدير ده بيدفعهم اكتر لقدام، يخليهم يعلموا ناس اكتر، يجتهدوا اكتر. فلو هم مثلا واحد منهم بيعلم 300 او 400 واحد، يخرج من تحت ايده 2 3 عاوزين يعملوا زيه، او حاسين بالعطاء اللي هو بيدوه فعاوز بيديه فعاوز يعمل زيه، فيعلموا 300 400 واحد تانيين وتزيد الدايره بتاعت النولج، وفي الاخر كلنا هنستفيد. طبعا انا بقصد بالناس دي باشمهندس ايهاب شعبان، الراجل بطل بمعنى الكلمه. انا حتى بعد ما خلصت الامتحان قلت له اللي انت بتعمله في الكورس ده المطلوب منك، اللي انت بتعمله بعد الكورس ده شيء مفيش حد في الدنيا بيعمله زي ما انت بتعمله، الطريقه اللي انت بتتبعها. فانا احب اشكره جدا، كلمة الشكر مش هتكفيه المجهود اللي هو بيعمله، أتمنى له ربنا يوفقه لأنه فعلا إنسان يستاهل. وإن شاء الله دي مش آخر حاجة مع بعض، إن شاء الله مع بعض تاني في الـ ACB والـ RMB، بس رجاء المرة دي بدون ريتا أرجوك. معلش، آخر حاجة عايز أقول للناس اللي كانوا معايا في الجروب بتاع الكورس، أنا عارف إن أنا أول واحد امتحنت فيكم، الحمد لله انا دخلت امتحان وخرجت لسه عايش سليم، ما حصليش حاجه ونجحت والحمد لله، بس يمكن اسمريت شويه عن الصبح. بس شدوا حيلكم، انا مستني اول واحد فيكم عشان نبارك له انه نجح، والتاني والتالت لحد ما الجروب كله ان شاء الله باذن الله ياخد بي ام بي. بس شكرا جدا باشمهندس اب، وان شاء الله زي ما قلت لك نتقابل قريب. شكرا جدا والسلام عليكم.